حينت في الشعر الموجود بين الحاجبين الذي يكون على أعلى الأنف ويمتد إلى الجبهة من النمص أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا شك أن النهي خاص بشعر الحاجبين، النهي عن النمص خاص بشعر الحاجبين. أما ما بين الحاجبين، إذا قدر أن فيه شعر يخرج عن العادة ويسوه وجه المرأة فلا بأس بإزالته، لأنه لا يعتبر من الحاجبين. أما إذا كان شيئا يسيرا لا يسوه وجه المرأة فلا ينبغي التعرض له، لأنه ربما يكون وسيلة لأهل الحاجبين وأيضا لعدم الحاجة إلى إزالته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.